أهلا بكم من جديد عبر هذه التغطية الخاصة من قناة شروق لهذا اليوم الذي نخصصه للحديث عن آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة ومتفرقة من الوطن السودان، وتحديدا أيضا ولاية الخرطوم التي يعني هي الأخرى التي شهدت أضرار بالغة وأضرار كبيرة جدا لساكني وقاطني الضفاف في النيل. أسعد أن يكون معي داخل الاستوديو المهندس عز الدين عثمان مساعد من تجمع مهندسي جامعة السودان. مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير. كيف إن شاء الله أنت؟ طيب، الله يبارك فيك. الحمد كويس، لله تمام. الحمد الحمد لله. لله. أيضا سعيد بضيافة الباشمهندس روت فال توت من منظمة خريف بلا حوادث. مرحبا بك. كيف يا باشمهندس؟ بخير الحمد إن شاء الله. لله تمام تمام زي الفل. كيف الخريف السنة؟ والله خريف السنة ده يعني تقيل، لكن الحمد لله الحمد لله. طيب، أنتوا جزء من غرفة طوارئ الخريف اللي بدار المهندس الآن، بتقوم بعمل كبير جدا، عمل موازي للعمل الحكومي والجهد الحكومي. باشمهندس عز الدين، أنتوا في تجمع مهندسي جامعة السودان يعني جزء من هذه المبادرة، حدثني عن تجمع مهندسي جامعة السودان وأعماله اللي بيقوم بها عادة. طيب، تجمع مهندسي جامعة السودان حقيقة هو تجمع هندسي مهني، ممكن نقول عليه ثوري، لأنه نشأ قبل اعتصام القيادة. يعني نحن شغالين من قبل اعتصام القيادة، حتى كان في مبادرات من البداية في دعم أسر المعتقلين في النظام الفات قبل سقوط النظام. بعد في الخفاء ولا؟ في الخفاء طبعا، الزمن ذاك لازم يكون في الخفاء. طيب طيب، كان تنظيم سري. فبعد ذاك طبعا جاء الاعتصام، اعتصام القياده، وكان عندنا دور في اعتصام القياده، كان عندنا منصه رئيسيه، منصه كانت نشطه جدا. بعد ذاك، بعد انتهاء اعتصام القياده، يعني نحن كتجمع مهندسين بنشتغل، يعني بنحاول نشتغل في اطار دورنا المجتمعي كمهندسين. اول حاجه قدمنا للجامعه، بعد ذاك ثاني في ايام ازمه الكورونا برضو كان في اشتغلنا مبادره بتاعت مغاسل، مبادره برضو اخذت راو كويس. المبادرة بتاعت شنو؟ مغاسل. مغاسل؟ أي. مغاسل شنو؟ مغاسل أيادي، يعني بتاعت غسل الأيدي. أيوة صحيح. أي. صحيح. ودعمنا اعتصام نيرتتي بقوافل. فلينا عندنا دور، يعني عندنا حاضرين دور. يعني. أي، حاضرين تماما في أي حاجة. تمام، هعود للمبادرة. أنا أرحب بك من جديد ثاني يا باشمهندس روت فالتوت من منظمة خريف بلا حوادث. كده حدثني عن منظمتكم دي، عمرها كم ونشأت وين ومتين والظروف اللي قامت فيها؟ منظمتنا اصلا منظمه ثوريه برضه، لاني نشات في قلب القياده العامه. شغالين ثوره شديده. هاي ثوره صابين ذات شعارنا في القياده العامه. في القياده العامه، فكانت مبادره في بدايه فزمن الخريف في القياده، فقام مجموعه من المهندسين قعدوا اساس انه يحاول يشوف التصريف لمياه المطر ويعمل تطهير للمصارف اللي كان في القياده، فكان ده بدايه المبادره من هناك. فمنه قام قالوا خلاص يكون كمنظمة، لكن قبال ده اشتغلوا غير القيادة. اشتغلنا في الشجرة في المناطق اللي بتكون منسوبة أقل من الشارع. ده قبل ده متين؟ ده قبل بعد القيادة. بعد القيادة. هو يتكون أصلا في القيادة. والعمل في القيادة كنتوا بتعملوا شنو؟ غير إنه صرفتوا المويه كده، عملتوا تاني حاجة؟ عملنا عملية إسهال بيئة. أيوه. أي في القيادة. بالنسبة وتطهير برضه للمصارف. المصارف بتاع القيادة ذاته. أيوه دي الأعمال اللي قمنا بها في زمن الاعتصام. طيب، عضويتكم يعني عددكم كبير، وكيف أنتوا ناس قمتوا في ظروف محددة وبعد ذاك تم فضع اعتصام القيادة وكده، قدرتوا تتواصلوا كيف وقدرتوا تنشوا الشغل ده؟ صراحة عندنا الشغل لما بدأ يعني تطور من مهندسين قلبهم على السودان. يعني ناس كانوا عندهم منين يخدموا البلد، عندهم روح يخدموا البلد، فكل المهندسين متطوعين، جه تطوعوا باسم المبادره، لانه مبادره تنشر في الفيس وعمل الموقع في النت، فبيجي مهندسين متطوعوا في الاعمال دي، يعني معظم المهندسين متطوعين. طيب يا باشمهندس عز الدين، انتوا طبيعه الخدمه اللي بتقدموها شنو؟ في 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 تجمع مهندسي جامعه السودان. والله اول حاجه بنشتغل في الخدمه المجتمعيه عموما، يعني اي كارثه ممكن نجيب فيها. بعد ذلك عندنا دورنا تجاه الجامعه وتجاه الخريج وتجاه المهندس ذاته. طيب تحديدا الجامعه عملتوا لها شنو؟ الجامعه اشتغلنا فيها صيانه في تهيئه العمل فات، يعني تهيئه البيئه الجامعيه. اشتغلنا صيانه برضه، فتح المنهولات وصيانه حمامات، وقدمنا شغل في الجامعه.
ده في الجامعة. في الجامعة أيه. قدمت جامعة الجناح الجنوبي كلية الهندسة تحديدا. ده محلكم ده. أيه. طيب قلت أنتوا دعمتوا الاعتصام نرتدي. أيوه. دعمتوا كيف بشنو؟ دعمنا بمواد تموينية. يعني نحن أنا دار أديك حاجة تجمع مهندسين جامعة السودان ممكن تكون فيه ميزة ما موجودة في كل التجمعات. يعني في ترابط بتاع أجيال. نحن معانا ناس خريجين 85 من زمان المعهد الفني. وفي خريجين 2018. أولاد صغار. أي يعني ده الخالق الجسم الحي ده والجسم النشط وقادر يشتغل وقادر يتواصل. قدرتوا إنه يعني نقدم المجتمع نقدم المجتمع أيه. طيب يا باش ما عندي سرود. أنتوا بعد ما تكونتوا في القيادة والقيادة انفضت مفروض بعد ذاك تقوم تقدموا للمجتمع خدمات أخرى. أيوة. عملتوا شنو؟ حقيقة احنا اشتغلنا شغل كثير خالص. طيب. فاتوزعنا على أيام. عندنا تيم شغال في أم درمان، عندنا تيم شغال في هيوسف، عندنا تيم شغال في جنوب الحزام، عندنا تيم شغال في عمل بتاع إسهال بيا، وفي تيم في كلاكلات. فالأيام ده أول شيء بنعمل مسح للمناطق، المناطق اللي قاعدة تتأثر بالسيول والأمطار. التصريف بتكون ضعيف فبنحاول نقلل الاضرار اللي ممكن تجي من السيول ومن مياهات الامطار. بتقللوها كيف؟ بنعمل تطهير للمجاري الرئيسيه الموجوده اصلا، بنفتحوا المصاري بنفتحوها من جديد لانه في ناس بيعملوا ردم وكده. المناطق اللي بتكون منخفضه للمنسوب بتاع القرى الرئيسي بندعم بالردميات عشان تكون عاليه عشان جاب مويه المطر تنزل في القرى. ومناطق اللي ما فيها خيران اصلا بنحفر فيها خيران. بنعمل فيها خيران. أيوة. بنربطها مع خور الرئيسي وفي مناطق فيها خيران فرعية. فبنحاول نعمل خيران عشان توصل لخور الرئيسي عشان تقلل من مياه الأمطار داخل الأحياء وفي المناطق دي. يعني في النهاية بتصرف المويه. بنصرف المويه. تمام. طيب باشمهندس عز الدين، يعني أنتوا الآن جزء من غرفة طوارئ الخريفة اللي في دار المهندس. تمام. طبيعة الخدمة اللي بتقدموها والجهد اللي بتقدموه مع الجماعة ديرش. احنا اول حاجة اشتغلنا في الشغل بتاع المسح الميداني. مشينا زرنا المناطق المتأثرة كلها، يعني شريط النيل الابيض من المقرن لحد جبل اولياء، عملنا تغطية لكل المنطقة دي، وشرق النيل برضو مشينا لحد مدوم، مشينا لحد الثمانيات الجيلي، فعدينا تقارير مفصلة. تقارير هندسية؟ نعم. هندسية تقاريركم دي ولا شنو؟ تقارير وما يعني ما بتعمل عليها هندسية مسح عام، يعني مسح الأسر المتأثرة، البيوت اللي تهدمت، عدد الأفراد، الحوجة بتاعتهم. فكان دورنا تنسيقي في الغرفة. بنحدد الحوجة، مثلا نقول منطقة اللاماب أو وادع عجيب محتاجة ل 20 قلاب بتاع تراب، معانا ممثل البنى التحتية وطرق الجسور في الجروب، بنوجههم نرفع لهم الحوجة، هم بعدك بوجهوا ناسهم بيشيلوا التراب والدواء، بيشيلوا القلابات والدواء. يعني شغل جمع المعلومات ده فتوه؟ فتناه ايوه. بقيتوا الان تنشغلوا مع الاوبريشن، يعني حتى وصلنا مشينا ابعد من كده، بقينا نحاول نشتغل دعم اللوجستي او كنت اقول الدعم الغذائي يعني. بقينا نحاول نشوف خيرين، نشوف المناطق المحتاجه شديد نشتغل لهم برضه نديهم. يعني جاء متبرع جاب مواد تموينيه، نمشي نحدد لهم مناطق الحوجه بالتعاون مع اخواننا في خريف ولا حوادث. نمشي نوزع المعينات دي. طيب يا مهندس روت، انت قلت اشتغلتوا في حتات كثيره، اشتغلتوا في شنبات، واشتغلتوا في ام درمان، واشتغلتوا في الحجوز، واشتغلتوا في جنوب الحزام، في الكراكلات والمناطق دي كلها. ايوه. وبتشتغلوا شغل يعني ملموس، انتوا الحته المنخفضه بتتردموها. أيوة. ما في مصرف بتجي تحفر وكده، فده جهد واضح مش كده؟ أيوة. طيب كده كلمني عن مدى يعني استجابه الناس وتفاعلهم معاكم. ما انتوا بتقوموا بعمل، المجتمع بيقدم معاكم شنو؟ ايوه. المجتمع في مناطق المجتمع بكيف ماك، يعني بتحس انه هي جزء من العمل بتاعك ذاته، لانه في تعاون من لجان المقاومه. فعندنا لما نيجي خاشين منطقه بنفتش لجان المقاومه بتاع المنطقه وين، لان هي بتدينا الداتا للمنطقه واحنا بنشتغل معهم، هم بتعاون معهم. هم لجان المقاومه ديل بكون يعني من ناس الاحياء بيرحبوا بينا، بحاول على الاقل الاكرام اللي بيحصل من السودانيين الطبيب، بحاول اوفر لنا المويه والشاي وانتم شكرا لكم واشتغلتوا لنا وكده. وفي واحدين بيكون يعني معوقات بقابلنا في العمل بالذات، لانه كل عمل فيه معوقات. مرات في ناس بيقولوا يعني ما تحفر ليه، ولما تيجي تحفر مثلا تعمل تفتح مجرى يقوم يردم تاني كده، فدي اشكاليات بتواجهنا برضه. لكن في تعاون من المواطنين بصراحه، يعني الناس بيساعدوكم وبيقفوا معاكم. الناس بيساعدونا، ولجان المقاومه هي الجسم اللي من خلاله ايوه تخشوا للمجتمع وبتشتغلوا معاهم. بس هم ذاته بيقفوا معنا. نعم. طيب باشمهندس عز الدين،
عثمان مساعد من تجمع مهندسي جامعة السودان. انت قلت انه بتشتغلوا انتم في كل الحاجات. أيوة. بدل ما انتم مهندسين مفترض تدوا استشاره هندسيه او تدوا معلومه هندسيه وكده، لكن الان انخرطتوا بتعملوا في كل المجالات. أيوة. يعني بتيجي بتحفروا مع الناس وبترفعوا والدائر اكل بتدوا والدائر يحفروا لخيه بتيجي بتحفروها وتغزوها مع الجماعه. والدائر دعم بنفتش نجيب له دعم يعني. الدائر ديك حاجه برضه نحن عندنا فرعيات طبعا مهندسين بتاع جامعه السودان كميه كبيره. عندنا فرعيات في الخارج، عندنا ناس في امريكا في انجلترا في السعوديه في الخليج عموما. عندنا فرعيات يعني لما يكون في حاجه كوارث زي دي بنقوم بنناشدهم بيتبرعوا. يعني بتجمعوا قروش برضه دعم يعني من 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 اعضائكم في خارج السودان الناس المقتدرين وكده. أيوة. تجي أيوة. تجي بتدوا الناس. تمام كويس. طيب يا عز الدين، انا برضو خليني اسال من حاجه مهمه. يعني انتوا ممكن تقدموا حاجات ثانيه للمجتمع. الان انتوا بتعملوا في ظروف الفيضان ودي ظروف بيئيه محدده وكوارث، يعني خطتكم في انكم تكونوا جزء من الغرفه بتاع الطوارئ بتاع دار المهندس، لكن شنو اللي ممكن تقدموه للناس؟ يعني في جهات ثانيه احوج، يعني في مدارس، في مساجد، في كنائس، في 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 ناس اصلا عندهم مشكله في المباني وكده. انتم كمهندسين شنو ممكن تقدموا لهم؟ والله في مبادرات كثيره يعني. انا دار اقول انه حتى مبادرات المهندسين باعتبارها مبادرات شعبيه طبعا، يعني ما قاعد تجي حظها من الطرح اللي بين. انا قلت الكلام ده خليك من انها تقوم تتناقش او تتنفس. طرح ولا اعلام؟ الطرح كنت اقول الاعلام يعني. انا بتكلم الطرح على مستوى الوزارات. يعني حسنا مثلا احنا عندنا جهه هي مجموعه بتاع الشركات او مجموعه بتاعت مهندسين عايزين يتبرعوا ويعملوا التخطيط للمناطق اللي حصلت فيها الكوارث دي. يعني هم اساسا متخصصين في الشغل بتاع التخطيط الحضري. تخصصهم ده. يتبرعوا كده بس لله انه يعملوا يخططوا ويشوفوا الحته اللي كانوا قاعدين فيها الناس دي اللي حصلت فيها الكوارث دي صالحه ولا ما صالحه. اذا ما صالحه الدوله عندها حته عايزه تعوضهم فيها، يعمل تخطيط للحته الجديده. فعشان تصل الحته عشان تصل الجهه المفروض تطرح لها الموضوع ده ذاته. الموضوع ده قاسي جدا، بيبقى صعب. ليه المشكله وين؟ مشكله التواصل. في مشكله التواصل بين الجهد الشعبي وبين الوزراء وبين الجهات الاستشاريه للوزارات. يعني دي مشكله حقيقيه يعني. ما في قبول للمبادرات. نقولها بكل وضوح كده يعني. دي واحده من الحاجات اللي بتخليكم بتخلي الناس تكش او تحاول تشتغل في حاجات ثانيه. يعني ناس انت زي ما قلت جسم هندسي مفترض يقدم اكثر من كده واكبر من كده. صحيح. يقدم خطط مستقبليه، يقدم دراسات جدوى، يقدم حاجات البلد تستفيد منها. لكن في النهايه ما قاعد نلقى الاستجابه. طيب باشمهندس روت، انتوا يعني في منظمه خريف بلا حوادث منظمه بتقدم خدمه هندسيه. ايوه مش كده؟ ايوه. يعني كلكم مجموعه من المهندسين. ايوه. واسستوا المنظمه دي وبتقدموا خدمه هندسيه للناس يعني. ايوه. طيب في غرفة طوارئ الخريفة اللي في دار المهندس نوع الخدمة اللي بتقدموها شنو؟ مشاركتكم بشنو؟ بنعمل احنا اصلا في منظمة عندنا غرفة طوارئ قبل كده بتاع الخريف. اصلا عندنا. أيوة. غرفة طوارئ. أه. خازبينة بنشتغل على اساس انه في مناطق بتتأثر بمياه الامطار، فبقوم بيتصلوا علينا مثلا حاصل كده مناطق بكون اشتغلنا فيها قبل كده، هم بيتصلوا اننا زولنا بكون قاعد. فهسه حصل انه بلد بقى في حاله فيضان، فالشغل بقى اكبر من المطر. فجاء المبادره بتاع اتحاد المهندسين انه يكونوا غرفه طوارئ، فانضمينا انه كجزء منه. الدور بتاعنا دور بتاع انه كيف نعمل تروس للناس دي عشان ما يخرب بيوت بتاعهم. المياه الناس اللي لسه مويه ما وصلت لهم بتاع الفيضان. بنحاول نوفر لهم الشوالات، بنحاول نوفر لهم الردميات، بنحاول نوفر لهم نبعد مويه منهم بقدر الامكان. بنشتغل بجانب الدعم اللي بيجي مننا وبالذات اللي بيجي من ناس وزاره الري بنشتغل عليه. وبرضه كان جات مساعدات ثانيه عينيه مثلا مواد غذائيه وكده بيكون معنا. في جهود بتاع ناس تجمع وجهود بتاع لجنه التسيير وجهود بتاعنا بنجمعها ووفقا للداتا اللي بتكون عندنا بنوزع الشغل. يعني انتوا بتشتغلوا اي حاجه هسه الان؟ آه. شغالين جوا 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 الغرفه بتاع الطوارئ بتاع دار المهندس شغالين كل شيء. ما اصلا ديني الوطن حاليا كل الشغل. يعني. طيب يعني دار اسال برضه باشمهندس عز الدين، يعني شنو انتوا من المشاريع المستقبليه اللي بتخططوا لها في تجمع مهندسي جامعه السودان؟ والله يا اخي الرؤى كثيره. اها. طبعا احنا في اطار الشغل الهندسي ذاته يعني طبعا شغالين على كم حاجه. التجمع شغال انه يعمل رابطه للخريجين، خريجين الهندسه يكون نواه لكل خريجين جامعه السودان. ده واحد من الروافد الشغالين فيها.
شغالين على شغل بتاع النقابات برضه توعيه النقابيه وكده. بعد ذاك زي ما قلت لك قبل عندنا دورنا المجتمعي ده ما بنتخلى عنه باي حال من الاحوال. الدور المجتمعي ده اهم من الحاجات دي كلها في حاله اي كوارث، حتى في حاله الخطط المستقبليه الدراسات. لكن عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي تنظيم المهنه. مهنه الهندسه ده يعني افترض تتعامل ورش، تتعامل سيمينارات، الموضوع ده لحل غبراوي. لا بتقصد شنو يعني بتنظيم المهنه؟ ما في مجلس هندسي بنظم في مجلس هندسي المهنة. لكن يعني انا بتكلم عن تنظيم المهنه عموما، مهنه الهندسه وحتى الحياه الملحقه بالنسبه لها. يعني انت كمهندس او كمقاول مثلا عندك بتحتاج لفنيين. الفنانين دي بتجيب زول ما عنده اي مؤهل بيتمسك بشغل حساس جدا. يعني انا بتكلم عن حته ذات مفترض يكون عندها تنظيم. يعني حتى الزول الكهربجي العادي ولا السباك ده يكون عنده كواليفيكيشن او شهاده من جهه محدده عشان يجي يمارس مهنه. طيب شنو انتم ممكن تقدموا في الحته دي تحديدا؟ تتقدم كورسات، تتقدم توعيه للتكنيشنز عموما يتاهلوا. كويس. طيب يا روت، انتوا بتعملوا يعني جهد كبير. ايوه. يعني شغلكم ده ما توعيه بس او كلام او كده. أيوة. لكن نعم. مطلوب انه تقوم تعملوا حاجات. ايوه نعم. انا تحديدا داري اتساءل انتوا من وين بتجيبوا الدعم المادي للحاجات دي؟ التمويل بتاعنا اول شيء تمويل ذاتي، لانه الناس ثوريين في اشتراكات بتاع الاعضاء والتبرعات اللي بتيجي من الناس. الزول بيكون شايف عمل بتاعك بيكون مبسوط جدا، بيقول يا اخي شغلكم كويس انا بدعمكم بكده. فتدوا دوامات بتكون عندنا، المكتب المالي بيقول بيشوف بقدر ينفذ ساعة مشروع القروش ده. احنا صراحه عندنا يعني مشكله في التمويل اصلا. لكن بالبسيط اللي عندنا بنعمل به مشروع بتكون قدامنا، عندنا مشاريع كميه. يعني احنا لما بدينا بعد القياده فقلنا نسبق الخريف، عملنا مسح كان للمناطق المنخفضه زي ما قلت في البدايه، ولحد ما الخريف يجي. وبرضه عندنا مشروع كان بتاع المدارس، المدارس اللي بتكون سقوفاتها تعبانه، حوش توابيك قصير، مهندسين اللي عندنا بخبراتهم اللي عندهم بنحاول نبني لهم مثلا اللي بنقدر، يعني مثلا نعمل تاحيل لفصل، تاحيل لمدرسه. انتوا بتجيبوا المواد ولا بتجيبوا المهندسين اللي بيبنوا؟ في مهندسين معانا. والمواد بنحاول نوفرها من المكتب المالي في المنظمه. يعني قدر اللي عندكم ده قدر اللي عندنا المواد بتجيبوا العمال من عندنا. ايوه بننفذ مشروع قدر اللي عندنا. وبعدك لو جانا دعم بنزيده في المشروع. نعم. طيب عز الدين، يعني انا داري اتساءل عن جانب مهم جدا، انتوا بتقدموا خدمه لكل الناس ولا انتوا جزء من الحراك الكبير اللي بيحصل؟ لكن في حاجات يعني في وضع صحي قد ما يكون لزول التدخل فيه للجهات الصحيه. كيف بيتم العمل تحديدا في النقطه دي؟ والله نحن اصلا يعني كانت فكرتنا في الغرفه دي انه تتطور لاكبر من كده. يعني اصلا خلاص الكارثه هي حصلت كويس، وقدر اللي اتعمل اتعمل. يعني افترض الناس بعد ده تعاين ما بعد الكارثه، تعاين للونج تيرم الحاصل هيحصل شنو يعني بعد ذاك؟ بديل في اوبئه، هتجي مشاكل صحيه. فانا من هنا بستنفر كل القطاعات الصحيه، التجمعات الصحيه، لجنه اطباء السودان المركزيه، يعني كل الاطباء بكل توجهاتهم انه يشاركوا في الحمله دي. طيب يا باشمهندس روت، انتوا الان بتقدموا يعني خدمه للناس. ايوه. والان حاضرين برضه في حاضرين غرفه الطوارئ، وعندكم غرفه خاصه بكم، وعندكم مسوحات وشغل شغال وكده. ايوه. طيب مستقبليا انتوا بتخططوا تعملوا شو؟ مستقبليا بنخطط انه الناس اللي تستر ببيوتها حاليا. فمن ضمن المشروع بتاعنا انه نعمل تاحيل لمدارس، فبرضه ممكن نستنفر جزء من المهندسين يساعدوا الناس اللي بيوتها متاثرت بيبونا برضه بعد التاحيل. الزول بيكون مثلا بيته تاثر تاثير جزئي، فهو طبعا الناس تتفاوت، في زول بيقدر في زول ما بيقدر، فبنحاول نساعده في التاحيل بتاع بيته. حيطه وقعت حيطه وكده متوشر طبعا بيوقف الامكانيات برضه. وبنواصل في شغل خريفنا برضه، لان اصلا ده الشغل ده بنركز فيه اكثر. وبنحاول نعمل دراسات للمنطقه دي اذا جات فيضان في المستقبل الناس تتصرف كيف، لانه هسه الامور خشت كده كله. نعم. طيب انت يا باشمهندس مهندس مدني؟ لا انا مهندس كهرباء. كهرباء. طيب انت ما جيت في الشغل ذاته. طيب يا باشمهندس الان يعني في 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 في
في المعسكرات، المعسكرات اللي بتسمى معسكرات مش كده، الناس اللي فيها ايوه المعسكرات، هل فيها كهرباء وكده ولا فيها مشكله ولا كيف التعامل؟ كيف المعسكرات دي ما فيها ابسط مقومات الحياه؟ انا عارف انه في معسكرات فيها مدارس، مو هي في مدارس، في مدارس يعني، لكن اغلب المعسكرات في في خيام. يعني امسك من معسكر الاماف هنا، المعسكر كبير جدا، ما فيه ما فيه حمامات، ما فيه كهرباء، ما فيه اي خدمه. حتى لحد امبارح ما كان عندهم حاجه يحطوا فيها المويه، يعني ما عندهم صهاريج، ما عندهم براميل. هو كيف بيتعاملوا مع الوضع؟ بيجيبوا مويه كبوها في حلل، كبوها في اي حاجه، لحد امبارح الكلام ده بيشربوا. ايوه يعني حابب يحفظوا فيها بشكل اني. ايوه ما عندهم، ما عندهم كونتينرز للمويه يحفظوها بطريقه كويسه، يعني ما في صهاريج، ما في براميل. اما الكهرباء ده يعتبر رفاهيه بالنسبه للمعسكرات دي الوضع الحالي، الوضع الحالي ده. لكن في مدارس فيها كهرباء؟ في مدارس فيها كهرباء، حتى المدارس اللي فيها كهرباء بتلقاها في مناطق متاثره واساسا الكهرباء مقطوعه منها. يعني بتلقى معسكر المويه محاوطاه من جميع الجهات، مجرد الكهرباء حتكون مقطوعه منه. صحيح. يعني ده مثلا في مناطق يلا في في الكلاكلة في مدرستين هم معسكرات، والمويه من اربع جهات هي معسكر. المدرسه ذاتها؟ المدرسه ذاتها ايه. دي معناها ما فيها كهرباء؟ ما فيها كهرباء. طيب يعني الناس يعيشوا من غير كهرباء كده؟ والله في الحلول، لكن بتكون دايره دايره دعم يعني، دايره يعني الان حل اني ما عاجل كده، ما في حل اني عاجل. يعني الا الا استخدموا الصدر، استخدموا الطاقه الشمسيه للاضاءه مثلا بس، لكن تكلفتها عاليه. وعدم وجود اضاءه برضه، مع انه في ثعابين و... اي في مشاكل كثيره في ثعابين وكذا بالليل. اي صحيح، واطفال. تمام. يعني دي مشاكل، مشاكل صراحة. مشاكل مشاكل كبيره. نعم. يا باشمهندس روت، انت مهندس بتاع مساحه. ايوه. طيب هسه احنا بنتكلم من قبل في انه الاشكال الحاصل ده نتيجه لانه الناس سكنوا في مجاري انهار او سكن خاطئ. ايوه. طيب حدثني عن علاقه هندسه المساحه، يعني عندها علاقه بالكونتور وخرائط الارض و... يعني سكن الناس واتجاه المياه وكذا، في علاقه زي دي؟ ايوه في. اصلا الشغل كله بتكون بتشتغل بيكون على منسوب بتاع البحر. والناس ساكنه قريبه البحر لانه شغلها مصنع، فهم ناس غوره يدوروا على الزراعه، يدوروا عشان كده بيكونوا قريبين مع البحر. لكن الشغل الهندسي بتكون انه اصلا ناس تسكن في مناطق مرتفعه، يعني عشان المنسوب المويه كله بتكون ماشيه على البحر. لكن الناس دي عشان تعمل دراسات للحته اللي هم قاعدين فيه وترحلهم، ده تكليف كبير وليش كبير. ما بنقدر نعمل يعني نعمل على كده، لكن بنقدر نعمل مصهار لمناطقهم ونحاول نعليها باي طريقه، مثلا لو فرد مياه اذا امكن، بالذات في المنطقه هم بكون ساكنين فيه. طيب لا يعني ممكن ممكن تشتغل يعني تدوا معلومه او في مجال التوعيه في انه والله يا اخواننا انتم في مجرى نيل او في مكان خطر او كذا، فممكن أيوة يعني أيوة جاهزين للحاجه دي في ايوه الموضوع. جاهزين ذاته. عملنا توعيه قبل كده، الناس كانوا في واد رملي، لانه واد رملي السنه اللي فاتت اثر بفيضانات. فعندنا تيم فات مع مجلس الوزراء ومشى معهم مع تجمع المهنيين وشافوا الناس دول، هم المهندسين بتاعنا، عدوا توعيه للناس دي انه اصلا انتم قاعدين في منسوب النيل وقريبين معه، بتاثر معكم في كذا وكذا وكذا بشكل فني وشكل هندسي. لكن صعبه طبعا، زول مزارع قاعد في منطقته له اكثر من كم سنين، تيجي تقول له يا اخي الحته دي خلاص خلي حد يمشي، فهيقول لك لا وصعب وكذا، فعشان كذا الحاجات دي صعبه شويه. صحيح. طيب انا قبل ما اختم يا باشمهندس عز الدين، يعني اديك فرصه بتقول شنو؟ بتوصل رساله لمنو؟ بتقول فيها شنو؟ والله يا اخي بناشد كل المنظمات، المجتمع المدني والاتحادات الهندسيه، التجمعات الهندسيه، التجمعات الطبيه، انه الناس تلتف حول الكارثه الحاصله دي وتوفر، تحاول تشتغل مع بعض ان الناس تطلع من المطب ده. يعني حقيقه الوضع ده زي ما قلت قبل عنده ما بعده. يعني لسه حيكون في كوارث صحيه، حيكون في اسهالات مائيه، حيكون في كوليرا، لانه الوضع صراحه وضع كارثي. فبنناشد كل الجهات دي تجي تلتف حول المبادره دي وتقدم بتقدر عليه. تمام. باشمهندس روت في دقيقه تقول شنو؟ كويس. انا بقدم دعوه لاي مهندس عينه على بلده انه ينضم للمبادره، بغض النظر تقارير هندسه فبتفيد بلد، فكله لهم مع بعض تخدم الانسانيه وتخدم البشر. وبطلب برضو الدعم من الناس، وعندنا موقع في الفيسبوك هو تفاصيلنا كله، مواقعنا في الانترنت برضو بنينجز.org، هو ارقامنا، هو تلفوناتنا، في اي حاجه لو تنضم لنا. وبرضو بناشد
اي سوداني هنا على السودان بغض النظر انت وين، حتى لو كنت في امريكا ففي النهايه بلدك، ادام بلدك بالبسيطه بتقدر له. طيب شكرا جزيلا الباشمهندس عز الدين عثمان مساعد تجمع مهندسي جامعه السودان. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا الباشمهندس رود فالتوت من منظمه خريف بلا حوادث، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا انتم جزء من غرفه طوارئ الخريف اللي هي مقر دار المهندس، وبالتاكيد بتقدموا خدمات كبيره جدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل الجهود اللي بتبذلوها، وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم. مشاهدي الكرام، كانت هذه ايضا وقفه مع جهود تبذل من اجل مجابهه اثار الخريف والفيضانات في الخرطوم هنا عبر غرفة طوارئ الخريف بدار المهندس وغرفة طوارئ المركزية، وأيضا تحديدا تحدثنا مع عز الدين وروت عن ما تقدمانه يعني هاتين الجمعيتين أو هاتان الجمعيتان من جهود. شكرا لكم وإلى اللقاء.